بارك الله تعالى فيكم. وهذا السائل يقول: من المعلوم أن الموظف يمنع من فتح محلات باسمه، فإذا فتحها باسم إخوته أو آخرين فهل يجوز له ذلك أم لا؟ الاحتيال على النظام والكذب ما يجوز، ما دامت الحكومة مانعة من الموظف أنه يفتح محل لأنه يشتغل بوظيفة، فلا يجمع بين عمل بيع وشراء وبين عمل وظيفي، لأن هذا يخل على عمله. الواجب عليه أن يصدق، إن شاء أن يبقى في الوظيفة يبقى، وإن شاء أن يترك الوظيفة ويروح للبيع والشراء فله ذلك. أما أنه يجمع بينه وولي الأمر يمنع من هذا، هذا لا يجوز له، ولا يحطه باسم غيره، لأن هذا كذب واحتيال. وكذلك الحكومة تمنع من أن الأجنبي يفتح محل أو يبيع ويشري لنفسه، الحكومة تمنع من هذا لأنهم جاءوا عمال فقط. فإذا جاء إنسان وفتح محل وخلاه باسم الأجنبي تسترا، هذا لا يجوز لأنه كذب واحتيال. نعم، جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم الإسلام في من يقول في دعائه، يعني فتح محل للأجنبي وسمى خلاه باسمه هو على أنه سعودي، مجرد الاسم، وياخذ على اسمه فلوس من الأجنبي. في ناس يأجرون أسماءهم ويتسترون على الأجانب، هذا لا يجوز لأنه معصية لولي الأمر وفيه ضرارا بالمجتمع، لا يجوز هذا الأمر. ديننا دين الصدق ودين الأمانة، ما هو دين الحيل والكذب. نعم.